حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين المضطهدين المشردين يا باب الرحمة ونجاة الأمة وسراج الظلمة. ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. فيا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. الواثبين لظلم آل محمد، ومحمد ملقى بلا تكفين، والقائلين لفاطم آذيتنا في طول نوح دائما وحنيني، والقاطعين راكة كيما تقل بظل أوراق لها وغصوني، ومجمع حطب على البيت الذي لم يجتمع لولا شمل الدين والداخلين على البتولة بيتها، والداخلين على البتولة بيتها والمسقطين لها أعاز. شلون سقطوا ما أدري، شلون نزل المحسن على الأعتاب عصرا، والظاهر العصرة شديدة وقوية. والمسقطين لها أعاز جنيني، والقائدين إمامهم بنجاده، والطهر تدعو خلفهم برنيني
تقلب نعمي أو لأكشف بالدعاء راسي وأشكو للليلة شجوني ما كان ناقة صالحا وفصيلها بالفضل عند الله إلا دوني سوت قال ورنت إلى القبر الشريف بمقلة خلك ويا الزهرة عند قبر أبوها يلا يا سادة عندها إن شاء الله حوايج عند القبر وقبل الحوايج عندها شكوى ورنت إلى القبر الشريف بمقلة عبراء وقلب مكمد محزون اشكوي الزهرة أبتاه هذا السامري وعجله تبعا ومال الناس عن هراني ون يا مؤمن ويا فاطمة أبروح قبر النبي طه وبنعي وبقال خل حوائجكم وشكواك ويا الزهرة يا عزي ومنعي تتحمل هالبيت شوية صعب قاسي إلى ويش كسران ضيل سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلوا على محمد وآل محمد إذا أردنا أن نقف أمام شخصية فاطمة فعلينا أن نلتفت إلى ثلاثة أمور قبل الولوج. فأول أمر المعصومة التي لا تقول شططة ولا تخطئ في قول ولا في فعل، وبالتالي قال العلماء قول المعصوم وفعله حجة. هذا واحد. اثنين، شخصيتها كأبيها وكبعلها وابنيها والذرية الطاهرة من نسلها عظيمة، والمقصود بالعظيم في هذه النقطة أي أنه اخترق حدين أساسيين، حد الزمان وحد المكان. يعني إذا كان الإنسان عظيما فهذه العظمة المقصودة في الإنسان أنه استطاع أن
يخرق الزمان الذي بعده فيبقى ذكره على مر مئات وآلاف السنين. وكذلك إن أردنا أن نسأل أين عاشت فاطمة، في المدينة المنورة، في مكة، اليوم أين تذكر فاطمة؟ في كل الكرة الأرض، فإنها اخترقت كل البقاع ووصل ذكرها في كل أرجاء المعمورة. إذن هذا اخترق، هذا لم يحده زمان ولا مكان، فاخترق الزمان واخترق المكان، والنتيجة لا يمكن لأحد أن يطفئ نور فاطمة، لأنها أبعد من النور فهي النور، وهي مصدر النور. هذا اثنين. ثلاثة، الزهراء ليست محصورة في جانب دون آخر، فهي الفكر، وهي الروح، وهي العبادة، وهي التربية، وهي السياسة، وهي المجتمع، وهي الاقتصاد، وهي وهي وهي. خطبتها أحد انعكاسات علم فاطمة وشخص فاطمة الذي لم يكن في جانب دون جانب. من أبرز الجوانب التي تبحث في شخصية الزهراء التربية، فقد أعطت نموذجا متكاملا في هذا العنصر، وليس بغر ولا بعجب، فهي سيدة النساء، وهي التي ربيت منذ نعومة أظافرها مع رسول الله وفي حجره. كي نستطيع أن نقول ما هي رؤية الزهراء في التربية أو في المجتمع، علينا أن نذهب إلى سيرتها المباركة. كان من المفترض أن أذكر نموذجين تفصيليين. النموذج الأول سأعطيك فيه الإشارات وأقف على النموذج الثاني. النموذج الأول حديث الكساء اليماني. التفت إلى تعامل الزهراء مع أبيها في دخوله عليها وطلبه الكساء اليماني، وكيف كانت تحاور أبيها، وفي دخول ابنيها الحسن والحسين ولغة التخاطب الراقية في سلامه عليها وفي طريقة رد السلام وفي استعمالها إلى لفظة بني. أنا وأنت اليوم ما نفرق في هاي الكلمات، ولدي أو ابني أو بني أو ابن، ما نفرق، بينما اللغة العربية لها أساسها ومبادئها التي تقف عند كل حرف من حروفها، فتأتي بأقرب لفظة تستعمل في التودد بين الابن وأمه أو الابن وأبيه، وهي وعليك السلام يا بني. هذه الطريقة الراقية. أيضا في طريقة تعاملها مع زوجها، مع أمير المؤمنين، كل ذلك ينعكس ونحتاجه اليوم أي احتياج في حوارنا مع أبنائنا ومع أزواجنا ومع آبائنا. هذا العنصر يعبر عنا المفتاح الأول لدخول القلب، لدخول المربي إلى الآخر، لأنه استطاع أن ينزع وأن يكسر جميع الحواجز، ومن دونها لا تستطيع أن توصل رؤيتك وفكرتك إلى ابنك، والحاجز موجود والباب مغلق. هذه الرؤية التي يقف عليها المفسرون في حوار لقمان مع ابنه، لقمان الحكيم مع ابنه، ويذكرون أن لقمان استطاع أن يبعد جميع الشوائب
وأن يفتح جميع الأبواب بلغة الخطاب والتخاطب. في حديث الكساء: أرقى لغة خطاب تستطيع أن تستنقذها من هذا الموضوع ومن هذا الحديث، وأن تطبق ولو جزءا منها مع الابن، مع البنت، مع الزوج، مع الزوجة، مع الأب، مع الآخر. هذه تعكس إلينا أهم مفاتيح التربية، وهي تمهيد الخطاب. إحنا دائما نلقي الخطاب بصورة فجائية وبدون مقدمات، وكل خطاب يبعد الابن عن أبيه، وكان الغرض من الخطاب أنه يكون ماذا؟ الابن قريب لأبيه، بينما للأسف صار الخطاب هو الذي يبعد، فصار الابن يرى هم الجبال إذا أراد أن يخاطبه أبيه. هذه إشارات سريعة وأنت اللبيب. أقف عند النموذج الثاني وهو المهم اللي عبر عنا التربية العملية. تصف قدميها في بيتها بعد نصف الليل، تصلي صلاة الليل. احنا اليوم نتصور بأنه الابن راح يصلي من وقت، اذا قلت لك قم صلي، لا. اذا الابن منذ نعومة اظافره يرى حالة من الطوارئ قبل الاذان، لن يبلغ مبلغ المكلف الا وسيعيش ايضا حالة الطوارئ قبل الاذان. كل شيء يتوقف، لان الان الاذان سيؤذن، الان الاذان سيقام. بينما الابن إذا شاف الأب وصوت الأذان يرتفع وهو يتابع تلك المباراة الحاسمة، خلاص أنت زرعت في قلبه عمليا، والعملي أقرب من النظري، زرعت في قلبه أن الصلاة لو مهمة فعلا، لو هي فعلا مهمة وما تتعطل مصالح العباد لأجلها، لرأيت أبي أغلق التلفاز قبل الأذان يتهيأ إليها. الزهراء في كل ليلة إذا حل منتصف الليل صفت قدميها، هذا واحد، تصلي صلاة الليل. إذا مو صلاة واجبة، صلاة مستحبة. الصلاة مستحبة وزرع في قلب، مو ذاك يقول ابن شهر آشوب لعله صاحب المناقب، يقول أن رواية السيدة زينب صلت على الناقة في الأسر، رواية مسندة تاريخيا، يمكن ما أحصل طريق لأنه اللي نقلوا بعضهم رووها عن سكينة وبعضهم عن زين العابدين، بس يقول ما أتعجب ليش، يقول لأنها تربت في بيتي أما ما ترك الصلاة الليل رغم علتها ورغم شدة المرض وحزنها على أبيها. لا تتعجب، فترفع يديها في قنوت صلاة الليل، يسمعها الحسن والحسين، يسمعون يحفظون الدعاء من لسان أمهم وهم صغار. نفترض أن عمرهم على أقرب التقادير يكون 6 و5 سنوات، 6 و5 سنوات، فتدعو لفلانة وتدعو لفلان وأن الله يرزق فلان ويقضي حاجة فلان ويرد فلان إلى أهله، سأل الله أن يرد السيد علي إلى أهله وذويه سالما إلى سالم، لا فاقدا ولا مفقود إن شاء الله، عاجلا غير آجل، بحق جدته الزهرة. فتكثر من الدعاء،
اللي يحرم عيونه من اللي يحرم عيونه من النوم لاجل امر مستحب. التفتوا، احرم عيني من لذة النوم وليس لواجب بل مستحب. مو انا اولى من غيري؟ هذه عناصر تبرمج في داخل الطفل وفي داخل الابن. أحرم عيني من النوم، الأمر مو واجب مستحب، فيرفع يديه في نصف الليل فيدعو للآخرين. الرواية اختلفت بصيغتها، بني أمه تنفتل من صلاتها، أمه ما لنا نراك تدعين لغيرك ولا تدعين لنفسك، تين دعائش بس إلى الآخرين صار. لاحظ العنصر الثالث في الجانب التربوي العملي. قالت بني الجار قبل الدار، وفي رواية أخرى الجار ثم الدار، يعني الآخر له أهميته. هذه درجة. للأسف المجتمع اليوم بالطريقة اللي قاعدة تصير، المجتمع اللي عبروا عنه كان في مجتمع قروي مجتمع مدني، بتنا اليوم في مجتمعات لا نعرف بيوتات أبناء جلدتنا. أول أمر بني للآخرين أهمية في حياتنا، هذا واحد. اثنين بني لا، الآخرين مقدمون علينا. لا يبيتن أحدكم وجاره، لا يبيتن أحدكم شبعان وجاره جائع، وفي رواية لا يعلم بحاله. يمكن مو جائع، لكن إذا أنت ما تعلم بحاله هذا أمر خطير. يقول مو فقط أنت لابد أن ترى للآخرين أهمية، بل الآخر مقدم على داخلك ومقدم على شخصك. ثلاثة، شلون أنت تدعو للآخرين وأنت لا تعرف أحوالهم؟ شلون أنت راح تدعو أن فلان يرد إلى أهله، وفلان يعافى، وفلانة يقضى هم يقضى دينها، وفلانة ينفرج همها، إذا أنت ما تعرف أحوال الآخرين كيف لك أن تدعو لهم؟ وبالتالي إشارة مهمة أن على المؤمن أن يكون ملما بأحوال الآخرين، لأن الآخرين أهميتهم تفوق على شخصي وعلى ما يحوطني. هذه النقطة الثالثة. أقف عند الأمر الرابع، يروي الشيخ عباس القمي، يروي الشيخ عباس القمي أن في يوم 22 من أحد أعمدة ما يذكر في استدلالهم أن ليلة 23 هي ليلة القدر، يذكرون هذه الرواية أن الزهراء تنيم الحسن والحسين وزينب بعد الإفطار مباشرة، تخفف من إفطارهم وتخليهم ينامون. ليش؟ لأن من بعده قيام وأحياء لليلة القدر، فتأخذ الماء البارد ترشه على وجوههم تفيقهم. لعل البعض يقول ليسوا بمكلفين، البعض يقول ليسوا بمكلفين، أنا راح أضم رواية أخرى كي أقف على هذا النموذج في الختام، واعذروني على التقصير. التفتوا، كنا نأمر صبياننا
بتسبيح الزهراء أو بتسبيح فاطمة الزهراء كما نأمرهم بالصلاة. تسبيح الزهراء مستحب، لم يقل أحد بوجوبه. أنا أقف على هاتين النقطتين. واحد، تهيئة الناشئة إلى العبادة الواجبة والمستحبة، تهيئة الناشئة إلى العبادة. البنت إذا تتصور أنك 9 سنوات هجرية ناقص يوم واحد، ما بالك بالعباية والأحجاب، ما راح تستطيع أن تقنعها أن تلبس اللباس الذي يكون ساترا ومحافظا على عفتها. ليش 9 سنوات؟ خلاص ما عندها تهيئة. الابن تقول إذا كمل 15 سنة قمرية راح أضربه على الصلاة، راح أمره بأن يصلي. لا، جاوزت خلاص راح. كنا نأمر وهم صبية لم يكلفوا، بل الأمر يتجاوز الوجوب، فأحياء ليلة القدر ليس بواجب. يعني لو أن إنسان نام في ليلة القدر لا يقال له اقضي هذه الأعمال، مواجبة. من أعمل من أفضل الأعمال إحياؤها، لكنها مستحبة. إذا الابن الطفل الصبي الناشئ البنت الصغيرة يفيقه أبواه كي يحيي ليلة القدر، فبالتالي الواجبات صارت أمر مسلم عنده. دخلنا احنا في مرحلة المستحبات اليوم، لا الواجب هو إليه ولا المستحب هو إليه. فيرى الأب أن الابن ينفر من ذهابه للمسجد والصلاة جماعة. خب أنت ما علمت أبدا وما صارت رجله مرن في الذهاب إلى المسجد وهو صبي وهو صغير، مرة واحدة تلقف وتلقي إليه أوامر الذهاب، هذا أمر صعب ينكسر. لماذا؟ لأنه لم يهيئ طيلة سنوات صباه وصغره. إذن نحتاج إلى عنصر مهم في التربية وهو التهيئة، وهو التهيئة. يمكن أنا وأنت نستسهل بسجادة صغيرة وبمشمر للصلاة نعطي البنت اللي عمرها 6 سنوات هدية، لكن أنت ما تدري شنو سويت من عنصر تهيئة وألقيتها في قلب البنت. لما تدخل بعد صلاة المغرب إلى البيت وتلقي التعجب على ابنك أنه لم تره في صلاة الجماعة هالليلة، أنت في المنطقة اللاشعور، منطقة الداخل، أعطيته بأن له أهمية في وجوده للصلاة وأن تكون الصلاة جماعة. وقس على ذلك النماذج الكثيرة. هذه عدة نماذج في طريقة تربية الزهراء، أركز على 3 في الختام. 1، لغة التخاطب والخطاب بين المربي والمربى، بين الأب وابنه وبناته، وبين الأم وابنها وبناتها. 2، رفع الحواجز، ورفع الحواجز مي أزرار تربية، رفع الحواجز مو أزرار. 3، عنصر التهيئة سواء كان في الواجبات أو في المستحبات. لذلك يقولون عقل الصبي، عقل البنت في صغره وفي صباه ما يراه ما يذهب من عقله ومن مخيلته، يبقى بصورة عجيبة كالنحت في الصخر.
شايف انت اذا نحت في صخرة تروح الاثار تبقى. عجيب غريب، خصوصا اذا كان الامر فظيع او مهم. انت تصور تروح من مخيلة زينب شافت امها بين الباب والجدار. صدق البعض يقول بأن فضة وضعت يدها على عين زينب، بس حست فضة بشيء، حست برطوبة، رفعت يدها وإذا زينب دموعها تجري. أنت تصور تروح من مخيلة الحسن والحسين شلون يشوفون المحسن خر على الأعتاب، وشلون أخذوا علي من داخل الدار. ما تروح أبدا، ما تروح، والأمر فظيع. الأمر يا مؤمن تعجبوا من الكبار، فما بال الصغار. والصاير قالوا هجموا عليها الدار، هجموا قال إيه، ونبتوا المسمار. تعرف يعني شنو نبتوي المسمار؟ يعني إلى أن غسلها أمير المؤمنين وأثر المسمار في صدرها. وإلا أنا بقول لك يا مؤمن، الضلع مكسور والجنين على الأعتاب، شلون قدرت وقامت وطلعت؟ سلمان يخبرنا، سلمان يخبرنا يا مؤمن، يقول رأيت فاطمة خرجت من دارها إلى مسجد أبيها تجر أذيالها إلى أن تفرق مشيتها عن مشيتي أبيها رسول الله. بإجازتكم، يدها اليمنى على خنصرتها ويدا اليسرى تتكي على حيطان بيوتات المدينة، تمشي خطوات فتجلس على الأرض تأخذ أنفاسها. معذورة لو مو معذورة؟ تعذروها لو ما تعذروها؟ إلى أن وصلت إلى مسجد أبيها رفعت يديها فارتفعت حيطان بيوب حطي حيطان جدران المسجد. إش عندك بيوسف؟ قال وصلت المسجد والدم يجري من العين، لزمت الباب وصدت الدور أبو حسين، صاحت عرفوني أنا مهجة المختار، عمل الثمود اليوم انزلها بهالديار، خسفو زلازل تخلى لي الكرة، كسرت وضلوعي وروعت الصبط، ولي ومدت على الهام اليمين نارجت الكار، وشعبت ونت كل قلب ونت المحزان، ورفرف عذاب الله وغدا كلهم يا ما جاء، وما حد بقى غير الوصي وسلمان واثنين، حيدر يقل لرا يا احلى الزهره يا سلمان، قلها يا بنت
المصطفى يا وخيرة النسمة تدرين أبو إبراهيم رحمة من الرحمة لازم يا زهر على الهضم كل الصبر قالها اصبر وردت على بدمع منثار لا الصبر خليت كل العالم يمر سقط جنين من الحشا والضلع مكسر صوت يا سلمان العبيد والرمل متن أم من ويل لمن أسألك اللهم ندعوك نقسم عليك بحب خلقك شافي كل مريض ردك إلا غريب فرج عن كل مهموم مغموم آمنا في أوطاننا صلت علينا من لا يخافك ولا يرحمنا أقطع عيد الظلمة أن تصل إلينا يا كريم اهدي ثواب هذا المجلس وما فيه من الخير والبركات إلى روح الحاج إبراهيم وزوجته والحاج حسين وزوجته والحاج محسن وأم الخير وإلى أرواحهم وأرواح موتى المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.